هذا تاكسي كلونديستا ماشي كاباري. تالي عبد الله زلات لا سيتي كوبيها ربيع وني اللي تجيب لي قهوه. كان اسمها بلي لا سيتي دي بوردي لا سيال اوفير. حضرتك كمنتج اليوم انت تراعي المسألة الإنتاجية المادية المباشرة، أم أنه هناك إذا كان في قضية ملحة ولها تأثير على المجتمع هي الأهم؟ كيف توفق بين الفكرتين بالتحديد؟ أنا دائما خاطر أنا في نفس الوقت مخرج ومنتج، اللي يهمني هو الدور نتاع السينما بالنسبة للمجتمع، ماش قضية مادية تماما. يعني المخرج يغلب أحيانا، المخرج لأن أنا مخرج اللي رجع منتج ماهوش العكس. إذا مثلا هذا الفيلم هذا نتاع بابيشا، لما جاتني مونيا مدور بالمشروع نتاعها، أولا حسيت بلي واجب عليا باش نساعدها في هذا في إنتاج هذا الفيلم. ولما قريت المشروع قلت يا ريت يعني المشروع هو بنفسه، يعني زيادة على العلاقة الشخصية اللي عندي معها، المشروع عجبني كثير. تناقشنا كثير على هذا المشروع، هذا تناقشنا كثير على، لأن الفترة اللي غادي يتكلم عليها اللي هي الفترة نتاع الإرهاب نتاع التسعينات، صعيبة جدا في الجزائر، وبالخصوص لما تحاول تعالجها من زاوية المكان تاع المرأة، لأن البطلات في الفيلم هذا هم البنات. يعني استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم، راني نهضر معاك. دوما استروا روحكم شوية برك، خلونا من لي بروبليم، نديروا حجاب نقعدوا في الدار. سي زاف البنات حابة ندير عندي فيلم. أنا من كيش نقولوا جينيريشن جيل جيل اللي ما يعرفش مليح هاد لا بيريود، هذه هاد العشرية السوداء، لأنه كما قالك المنتج مقبيل بلا لوا تاع لا ريكونسيلياسيون، شغل منعونا انديريكتومون نهضروا على هاد على العشرية السوداء. إذا في هذا الفيلم ما تعلمتش برك حوايج، ولكن عشتها العشرية السوداء. تسمى حطينا روحنا كي أنا كي البنات كي زهرة لينا وشيرين اللي نحييهم، حطينا روحنا صح في لابو تاع لي فام اللي عايشوا هاد لا بيريود. tu veux prendre une balle c'est ça la classe ديال بابي جان. السينما أن تعود وتطرح هذا الجرح، تفتح من جديد، هل يعني يغير بالمجتمع؟ هل يعيد لفت النظر إلى ما كان هناك؟ أو لازم الأجيال الجديدة تعرف ماذا حصل في الجزائر؟ هل هذا هدف أيضا من أهداف السينما؟ يظهر لي هذا هدف وجاء الوقت نتاعه، لأن على بالك لما مجتمع يعيش فترة يعني أليمة جدا صعيب باش يتكلم عليها، لازم وقت. من بعد التسعينات زوج أفلام داروا على هذه الفترة، رشيدة لمينا شويخ والمنارة اللي خرجتوا أنا، ومن بعد ما فيهش أفلام. وزيادة على هذا كان فيه صدر قانون من الرئيس السابق وين كان فيه المصادقة المصالحة الوطنية، اسمح للإرهابيين اللي حطوا السلاح يعني دخل المجتمع بدون يروحوا للمحكمات بدون أي شيء يعني، ورفض ومنع التلفزيون وممنع الوسائل الإعلام بصفة عامة باش يتكلموا على هذا الشيء. هكذا والآن الحق الوقت وين لازم نتكلموا، لأن على بالك كما الطفل الصغير، لما الطفل الصغير يكون عنده ان تروماتيزم يعني يكون عنده يعيش حاجة يعني أليمة جدا، أول شيء اللي يعمله البسيكولوج يعني الطبيب تاع النفس يحاول يساعد الطفل باش يعمل كلام على الضر نتاعه على الألام نتاعه. إذا نفس الشيء للمجتمع، المجتمع
عشنا التسعينات يعني أشياء أليمة جدا. لازم الآن بالمسرح بالسينما بالأدب نعود نتكلموا على هذه المرحلة باش نخرجوها ونخرجوا الألام هذه.